بترحب بالحياه ارحبي ما شاء الله يلا اشتري يا ما شاء الله الله يجزاكم خير حبين 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 ما شاء الله ما شاء الله اللون اللونه الحلوه انت سسمس اللونه الحلوه انت سسمس امين والكيكه ما شاء الله الله يجعلنا ما شاء الله تبارك الله شريحه يا عيال شريحه ما شاء الله يا ابو زايد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تروفا يا تروفا تروفا يا تروفا اللونة يا اللونة تلفزيون يا حلو ما شاء الله تعرفين ني يا تروفا ها اللونة تعرفين ني من قلت تعرفين هذا من هذا من هو فنفر هذه سوي يا الين سوي سحر لك حقته زايد سوي 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 يلا هات بالله عند مسلط تعال تعال ما شاء الله تبارك الله ترى ما شاء الله ترى والله هذه 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 من تابعين هذه اللي عندك يا عيال الصوت ترى هذا من ترى انا من رنس شو اسمه رنس الله يعطيك العافيه استر تابعينهم كلهم صح ها عشان زايد ولا لا تابعين عشان زايد صح طيب الله يجعل نصر خلينا نشوف نشوفهم من هنا حلوين نشوفهم من هنا الاول اللي هناك شو اسمه هنا اللي هناك شو فيه هذا ترى الزايد حلو وين رحتوا طيب اللي بعد اللي بعد هذا اللي يقول باي استرح يا ابو مانع احمد احمد لاوى ايه انا الحامد انا مسكين على عمر الحامد انا مين عبد الله ما شاء الله اللي بعده ذا نبيه كلهم اثنتين سوين لا تعرفني عبد الله الرزق والله ما شاء الله وانا يا سلطان يا زين وهذا ما شاء الله اللهم صل على محمد فانت فارع طيب هذا زايد زايد ايش؟ كذا زايد حاف؟ زايد ايش اسمي؟ من سابق انا خلصت يا هذا صدق لا جبت بردانه لا بعم سيف مطيري ايه ايه يا شباب شباب انتم ما شاء الله عليك الله يستر الله الين الين هذا من هذا؟ اثمان ايش؟ طرف ولين ها؟ هذا من هذا؟ اخلعت ها ما شاء الله تغلق الثاني هذا من هذا؟ من الشجرة؟ من الشجرة؟ قول يا عمر حامد ابو خالد
سرك خفاها مبشركم خير وطيب. كيف حالكم؟ عساكم طيبين، اموركم زينه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، يبارك فيك. وش زايد الحاله؟ الله يبقيك، انك اسعدتنا كلنا. الله يسعد ايامك ويحفظك، الله يبقيك، بارك فيك. ان شاء الله نحمد الله. كيف حالكم؟ عساكم طيبين، الله يبارك فيك. مبدعين ما شاء الله عليكم، الله يسعدك. مبدعين ما شاء الله عليكم، ونقلتوا صوره طيبه حقيقه. يعني انا نقول لكم صوره اللي برا، اللي برا والله يفتخرون فيكم. هذا من حسن ظنك. خواتكم طيبه ووفاكم طيب مع فيما بينكم. مبدعين ما شاء الله عليك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الله يبقيك. كيف حالكم؟ عساكم طيبين. نحمد الله. ابشركم بخير. كيف حالكم؟ عساكم بخير. مبارك الرجعه يا فيصل. الله يبارك فيك. طول عمرك ان شاء الله. ما شاء الله. كيف حالك؟ الله يبارك فيك يا مرحبا. الله يبقيك. طول عمرك ان شاء الله. الله يبقيك. الله يبقيكم. كيف حالكم؟ عساكم بخير. طيبين يا مرحبا. ولا ندمت. الله يحفظك. الله يبقيك. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. مرحبا بك من ممشاك. الله يطول عمرك. الله يغنيكم ويبارك فيكم ان شاء الله. ابشرك يا ابو زايد. زايد مثل ما تشوفون عيل البث بعد احسن تحت البث. زايد ولدنا وعارفين. الله يحفظك ان شاء الله. ورجال اقول لك عند الجميع ومحب وكلهم يحبونه وكلهم مره. كلكم فيكم خير والبركه. الله يا ابو زايد انك جبت رجال. ما عليكم زول، ما عليكم زول، ما عليكم زول، ما عليكم زول. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ان شاء الله. لبيك لبيك بخير النور. يا مرحبا وسهلا. الله يطول عمرك. ابشر كل شيء زين. احمد الله ترى انا دافي. بدر يا بدر يا مرحبا. اللي جاي من الشرقيه ترى دافي. الله يبقيك ويبارك فيك. تعال تعال تعال. والله يا ولد هنا موت. هنا برد شوي. خليه يجين. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير. الله يجعلنا فداكم. الله يجزاكم خير. هلا بدر. ما شاء الله ما شاء الله. تعال قلبك روح. مرحبا يا بدر. ما عليكم زود، ما عليكم زود. لبيك. ما عليك ما عليك. استريحوا يا شباب. ورنس عاد هي ابو مالك. انت في كفه والناس في كفه ترى يا مسفر عندها هي. الله يبارك فيك. لا هنت لا هنت لا هنت. سلامت اسفر. سلمت من النور. كيف حالك؟ عساكم طيب. نحمد الله. كيف حالك؟ عساكم بخير. مرحبا بالالوف ومنا ومنا. بدر. من قريب ومن بعيد. الخطاوي. ريح ندوري. اول شيء هو زايد مرحبا بك من ممشاك لمزاد. وجاوي وارحب ومن ترحب انثنا يا. ومرحبا ترحب الحياه. والله ان جيتك ما هي بافرحه زايد الحاله، كلنا فرحانين بجيتك. ومرحبا ملايين. الله يبقيك ويطول عمرك ويحفظكم ان شاء الله. وانتم والاكم كلكم زي زايد عندي. يشهد الله. يا طول عمرك. والفقره اللي تمر علينا بحزن يوم السبت حقيقه، يعني هذا يوم السبت عندنا يوم حزين. وانتم مبدعين ما شاء الله عليكم، والله مبدعين. الله يجزاكم. والله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله. شبل بدر عنده قصيده. عنده قصيده نعم. الله ونعم بدر. ما عليك سيد. ها اسلم. يا ليتني في سنكم يا لعبيان ومشارك معكم بما تفعلونه شبان، وزن عقولكم وزن شيبان، واللي يتابعكم تبي تفرحونه. سلم على زايد ومسطه سلمان من شان وزن القاف تضبط لحونه. واثن السلام لزايد بغير حقران، زايد دخل في القلب باقي الشباب عذنا يقبلونه. زايد دخل القلب من غير بيبان، يا جعل من رباه ما يفقدونه، ويا مهرة البزنس تعلاك فرسان، ما فيهم اللي برده ينقدونه. الشاعر الكبير عبود العصيمي. يا ربع يا ربع اذكر والله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على سيدنا. سلم قولوا لا اله الا الله. يا مرحبا والله ترحيب الحياه. يا ابو زايد الله يبقيكم طول عمرك. ابوينا الثاني مما مشاكله من الفاق. اقول مرحبا باللي لفى منا ومنا. مرحبا باللي لفى منا ومنا، من قريب ومن بعيدين الخطاوي. بريح ند وريح حيل وريح بنا، وريح مسك وريح كمبودي وجاوي، وارحبوا مني ترحب انثنا يا القشيري يا بعيدين الخطاوي. سلامتكم وطالت عمركم. هذه باسمي وباسم اخوياي. بيض الله وجهكم. والله انكم تستاهلون، والله العظيم لو اني ادري بجيكم قلت اسمعون قصيدتي مهيب ذي. بيض الله وجهك يا فيصل وجه من ياسمين. مرحبا بك. فرحتنا برجعتك هذه شيء ثاني.
بيض الله وجهك ابو مدعي ابيض وجهه الواجب اقل من الواجب ابيض وجهه من يسمع ان شاء الله طبعا في بيتي وانا جاي في الطريق رد على العصيمي يعني يقول يلا يا منزل تبارك كل انسان يا سلام يا واحد كل البشر يرتجونه من بعدها يا مرحبا يا كحلان والشاعر المعروف ما ينكرونه برنامج البزنس تميز بشيخان من طيب ما فيهم وما ينقلونه ومن هالمكان تحية البن مع ايام مبدع ومن حوله وما يطرحونه النقد ما هو شيء في بعض الاحيان يعطي دروس في الحياه ومرونه والحجه اللي ما تثبت برهان مثل السحاب اللي تعدت مزونه جمعية تملج مثل جمعية إنسان والوقف الغالي لا تهملونه وفي الختام أزكى تحية وعرفان اللي يشوف الخطا وغض عينه وغض عيونه ولسانك من يسمع إن شاء الله ووجهك ووجهك الله يطول عمرك الله يطول عمرك إن شاء الله ما لكم زود ومبدعين والله مبدعين حقيقة سيف أبغاك زايد مصرت أنا طالب طلبة تم قدني ميت من غير شر عليهم مثل ثلاثين دولار بسويهم الحركة سوا يلا ابي تعال نسويها يلا نسويها يلا تعال تعال نسويها يلا ما شاء الله تعال 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 نسويها تعال نسويها باي باي تعال يلا يا الربع اجوا وما كنا برد تبون الا منا خلاص نروح للمجلس تمام خلاص لا منا خلاص الحين رحنا للمجلس شو اسوي؟ بعدين احتاج اقول باي باي ها يلا اوكي كلكم اشهد الله يا ربي اشهد الله مثل زايد يلا نسويها سوا نسويها سوا يلا مع بعض يلا باي باي سوي 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 كذا سوي يلا يا حبيبتي يلا سويها تسويها قولي باي باي يلا سويها يلا سوي بس ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله خلاص الحين انجزت مهمتي يا زايد انجزت مهمتي انا خلاص انجزت مهمتي انا باذن الله كلهم ما شاء الله تبارك الله جمعي مالك تعال بس دقيقه خلاص الحمد لله الحمد لله يا ما شاء الله توفيق الله سبحانه وتعالى الله يجزاك خير الله يجزاك خير وطول عمرك ولا يهينك ان شاء الله انا صديقك تكلم عنا ابو مدعث والله عنا وداي نوب عنا والله ابو مدعث بالمواقف اللي زي كذا لكن والله الذي نفسي باذن احنا ودنا نقوم بواجبك الله يطول عمرك جالس باذن الله اذا مدانا الليل ما ادري اذا مدانا سوى واذا ما مدانا لو انه بكره الله يطول عمركم ارحم والديك ارحم والديك لكن ابونا اللي دخلنا على ناس الله يحفظكم الله يحفظكم هذا مغلاكم ومغلاكم عندي ان شاء الله اذا انك جالس باذن الله بكره انا ما نبي نضغط عليك وحلفان انا عندي التزامات وعندي دو عمل وعندنا مدارس احنا طالبين كل شيء مره نهائيا والله عندنا التزام الله يحفظك لا تقولي شيء مره نبداك تكفى والله ما عندنا وقت والله ما عندنا وقت والله عندي دوام الله يطول عمرك لكن والله الذي الله يطول عمرك وفيتنا فداك وفيت والله ناجيدنا الله يطول عمرك الله يحفظك والله عندي التزامات التزامات وعمل وكذا نفداكم لا تقولي شيء مره مره عن البرد عن البرد تم 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 يلا خذ البرد يلا تم معي تروفة تروفة يا تروفة 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 مرحب تروفة يلا حسنك طيبين كيف حالكم الربع والأخوان سلام طيبين كيف حالهم بشرنا عنكم كيف حالهم بخير يا مرحب مدعين الله يحفظك ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يرجع الله يبارك فيك الله يبارك فيك عطني الضوء الأخضر تكفى أقول يا حبيبي ما شاء الله خذ راحتك خذ راحتك ما عليك والله هو صحيح يا بدر مرحب بدر تعرفني انا منو؟ مرحبا شو اسمي؟ بعدي بعدي جعني مبكي قلامي الله يبقيك يا هلا يا مرحب بسم الله الرحمن الرحيم الله يبقيك الله يطول عمرك ان شاء الله مرحبا ابو خير سفير يا مرحبا الله يبقيك يطول عمرك ان شاء الله اقول لك شاهد الله اني يوم جالسين كنت ارتب لي ابيات وبعدين كفانا فيها بن مدعث ما يقصر ونعتبرها مره على لسان سديد سديد ولا شاهد الله اني جيتكم يبالها كل واحد منا ديوان الله يطول عماركم ان شاء الله وافين وغاليين كلكم يشهد الله على ذلك تسلم تسلم سلام ما شاء الله مره نشوف قصيد قصيد الله يبقيك يا سيف الله يطول عمرك والله الله يطول عمرك الله يطول عمرك ويبارك فيك ان شاء الله اقول لك ما شاء الله شوفنا
نصيد اثنين وزايد مره 62 الف واصل. ايه ما شاء الله تبارك الله في وقت مجيز يعني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله 11 يوم اول شيء لا هذا ليه صديقت لكم شرف وين لبيك والله جايين يغون والله جايين يغون ويضيعون نعم. انا عز الله العزيز اني سمعت هذا اسمعني يوم عديت القصيده سجيتها من اتكلم بكرامه غير اللي بردني شوي مخلي للمطاليق مجال هم اكبر مني سن واكبر مني قدر ولا ودي اني قدمت الكرامه قبل الابيات غير والله اني مخليها لا اخويا اللي اكبر مني سن واكبر مني قدر الله يطول عمرك بارك فيك عوضه كلنا عن ما حصل قصور ما حصل قصور فرحت كنت على العوده شيء ثاني ترى اشهد الله انا فرحنا يا العمر الله يبارك فيك وجهك ابيض وجهك ان شاء الله من يسمع من قال الله يبارك فيك كيف حالك مشاري والله بشك حالك كيف وضعك الصحي ان شاء الله طيب الحمد لله امور تمام الحمد لله ربك طيب هذا شرف خير مرحبا والله بس هذه والله الساعه مباركه الله يسعدك صادق وزايد والله الذي لا اله الا هو انه فارض محبته علينا كلنا الحمد لله اي والله ولا نعده الا والله واحد من اخواننا القريبين الله يطول عمره عز الله عز الله انك جبت رجال اي والله اني صادق الحمد لله الله يبارك لك فيه توفيق والله يخليه لك ويرزقك بره الله يجزاكم خير طول عمركم ان شاء الله ما شاء الله الله يحييك ترى حي بالحياة الله يزيد الله يطول عمرك الله يحفظك بدر يطول عمرك ان شاء الله بدر من تشجع بعد زايد من تشجع بعد زايد ابشرك بخير والله الاجواء عندنا في الشرقية زينة يا اخو عندكم في الرياض هنا بريدي شوي والله ما جانا اليومين ولا الجو كان عايدي قبل الى 30 تكفى تعال تكفى تعال حاليا لا باس الجو لا باس تعال بدر اليوم الصباح بدر تعال تعال كرمتنا بذات أبشرك بخير يا أنت حبيبا الله يجزيك كيف حالك مساك بخير طيب أبشرك بخير الحمد لله متى بتسيرون علىنا والله بمشيئة الله رمضان إن شاء الله زايد الله يحفظ إن شاء الله يعني حطنا في كل مكان في الشمال في الجنوب في كل مكان زايد زايد على قولتهم يأخذون اسم من الصلاة الحمد لله الحمد لله زايد طالع هناك ما بمدح قدام الله يطول عمرك غالي يا أبو الله يسعدك طيب يا كنترول عطوا بدر صدى اذا مالك ممر هذا يقول ساهل مسافر اسلم ساس طيب ولا عرف تعرفني طيب من روس قوم من ترت كل السعاير الله ما عليكم زين صاحب الوافي ما خيب ظني يا سلام لاني خوي للردي والزلاي الله الله يا سلام اي والله وجه ما شاء الله زايد لا جيت انا اعطيته قبل شوي لا سد ابو مدد طقه وخلصت خلاص لبيك انا باخذ حقي من دار الرجال خلاص لا ما اخذها بس سد عنكم انا باخذها الحين ما اسمع باذني ذي لا ما اسمع بها طيب اوه على موضوع اي لا يا اخوي تحت البث ما فيها شغل هذا ولا في شغل ابغى بتحت البث تحت البث الموت تحت البث الموت الحمصه ما تبعت كل شيء خلاص انتهينا الله يجعل ربي حرك كل بعد شاب ما شاء الله تبارك الله خلفت لك ولد عز الله ما شاء الله تبارك بما انه جاي بما انه جاي شرفنا الليله يا الربع انا عندي في هذه احداثنا الظاهر بين الحروب وبين السلمان ونعم فيهم كلهم مالك زود لكن ردها والله ما يحضرني لكن يقول فيها يقول سلام رده ندعي ونجيب ما فيها كلف مرفتح وينسى بنا يا حليل للدعوه مالف اما استوت ما بيننا ولا على ماضي سلف ولي استوت من يمكم قلنا لكم ما فات مات العام جات مصادمه ما بين دوار وملف مدري من المخطئ لكن واحد من الاثنين لف السايق الاول حلف والسايق الثاني حلف حتى المرور يقول فالدوار مدري كيف جات وي والله انها على ثلاث طروق صح لكن ما يحضرني رد وسلامتكم سلمت 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 صح لسانك يا ابو فارس صح بدا انقطعنا هذه اي جدا اخذوا سنتين محذوفه من اليوتيوب ما شاء الله ها اخذوا سنتين محذوفه
وهم يقول ما استوت ما بيننا ولا على ماضي سلف، يعني واحد يا قصيدة مسروقة من واحد يا خشن. أول مرة تصير، إحنا معك محترمين وأنت معنا محترم، زين أول مرة زين، نستغل الفرصة الحين بوجود سابر، نستغل فرصة طالبك تسمعنا في نفس اللحن ذا ونفس الطرق ذا. هذه الواحد إن اللي أنت حافظه سمعنا إياه. إيه هذه قلت الاثنين بينهم إشكالية، وأبشركم إن حلت أمورهم الحمد لله. لكن أرسلت الإحداء قلت سلام رده للرفيق اللي من المله خرج، اللي له كثر من 3 سنين يمشي ويعرج، اليان شدنا في حرج والياس كتنا في حرج، من الوكاد ان الطبيب يحل مشكلة المريض، يا ابو حسين الصبر لو يطول مفتاح الفرج، والعبد لو يتبعها ونفسه تحطه في كرج، اسمع كلام العاقل اللي يفعل لي من هرج، خلك من اللي كلمته ما غير بالخط العريض. سلامتكم يا عباك. سلام 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 فهد الربطة الأخيرة. إيه. ثابتة. نفس الموال. وهذه عندنا إحنا عندنا أهل الحجاز، هذه تسمى زي الزمالة عندكم. إيه؟ تقبلون على ربعكم زمالة. إحنا زامل. إحنا زمالة. أنتم زامل وحنا زمالة، وفي ناس تسميها حداية وفي ناس تسميها حدا. وهذا مضمونها. متقال. عندنا متقال نعم. إلا ما تجي محاورة عليها كذا عندكم. إلا تيجي الغاز لنا. ليش هذاك ما يقول السايق الأول حلف؟ والسائق الثاني حلف، يعني راعي القصيدة الأول إذا اعترف راعي القصيدة الأول نبي نسلم راعي القصيدة الثاني. فالطرق الأول يوم يقول ليش شو يقول ألف أما استوت ما بيننا ولا على ماضي سلف، ولي استوت من يومكم قلنا لكم ما فات مات، يعني واحد يعترف منكم. راحوا في السياق ايه ما هو بين الصفوف الحين، احداه جمعون فوق 20 رجال 30 رجال ويقبلون عليهم باي موضوع ان شاء الله. ايه مزبوط وخلاص المعنى عارفين، يعني اذا وضحنا السايق الاول حلف والسايق الثاني حلف، يعني حلف ان الشيء هذا له، قال حتى المرور يقول في الدوار ما ادري كيف جاء، حتى الناس ما تدري. الظاهر كل قبال ولا كل احداء فيها لغز. اي لازم فيها لازم يكون فيها لغز. لازم يحل مشاعر، لازم يحله ولا ما يقلطون، لازم يحله شاعر منهم مره ما حد يقلط. قال كان بعض الاحيان مع التطور الحين يرسلها الواتساب عشان ما يبلش، اللي عنده دوام يجب يتقهوى يمشي. كرمت يا احمد الله يغني. الله يغنيك. كرمك الله كرمك الله كرمك الله. الله يحفظك ان شاء الله، طول عمرك. احنا ابو زايد، احنا بنقتص من زايد البدر. هو اقتص فيصل. ليش نضرب على راسه؟ لا جيت حقه قبل شوي. شفته بواحد. اقدر فيك. على ما قال بعد معيان الدنيا سبهلة لا. لا سبهلة لا. اليوم القصايد كل ابوها فهد معيان والله اني اشتاهل. والله اني اشتاهل معيان. يستاهل يستاهل. لو مطيب راسه ما يستاهل. الله يبقيك طول عمرك. الله يبقيك طول عمرك. وش اكثر شيء يلفت فينا كشباب في البرنامج؟ يا اخي انتم مبدعين في كل شيء. الله يرفع قدرك. ونقلتوا صوره جميله حقيقه، يعني الله يرفع في الخوه وفي الوفاء وفي الضيوف في كل شيء، ما شاء الله عليكم. ولا ننسى عثمان مثل بلاده خير تمثيل. نعم الله يحفظكم ان شاء الله ويطول عماركم. الله يعافيك. وهذا من حظ القناه. من الثاني اللي تشجع بعد زايد؟ ما فرق بينكم كلكم. ما فيها تفريق. فيها تفريق يا ما فيها تفريق. فيها تفريق. سعد الغرمول الله يذكره بالخير ويحفظه. نعم ابو ناصر استاهل. في خروجه اعوذ بالله حزنت حزن غير طبيعي. استاهل ابو ناصر. يشهد الله على ذلك. يشهد الله على ذلك. والله وانتم كلكم والله غاليين. ما لي ليله السبت عندنا ليله كئيبه حقيقه يعني. عاد زايد عزمكم عليها مرتين. بالله زايد عزمكم على ليله السبت هذه مرتين. بالله. لا خلاص. هذيك عدت. عدت مره خلاص. الله يحفظك ان شاء الله. والله مبدعين. ابدعين حقيقه هو يعني. الله يرفع قدرك. هو قدركم ان شاء الله. عليك زايد. انت عندك العيال غير زايد يا ابو زايد؟ اي الحمد لله الله ملك. اكبر من زايد؟ لا زايد اكبر واحد. ما شاء الله. اثر يوم ضرب بدر. ايه له السلطه العليا بعد الملك.
الله يخلي كلهم تاج عروس من ابو جاسم. عليكم زود الله يجن فداك. الله يطول عمرك ويخليك تاج عروس وتشوفهم من البرره طال عمرك المثمرين في المجتمع. انا بالشركة انا كسبت لي 30 رجال لا من السبعة اللي طلعوا ولا من اخوان الباقي الموجودين والله العظيم يا معرفتهم وخوتهم انها اكبر راس مال واكبر مكسب. ولا انسى صوت كيب قبل ادخل مع البرنامج كان ابوي يكلمني فما وصلنا على ثنتين نحرص على السمعه الطيبه وترى معرفه رجال الجهره والله العظيم هذا اللي وصاني على ابوي وابشرك بانه نفذ وصيتك. الحمد لله نحمد الله ونشكره. الحمد لله ايوه والله ان ابو سابر مقبول الله يقبل. الحمد لله الله يجعلنا فداك ابو فارق فيك ان شاء الله. الله يرحم والديك والله نتكلم صحيح يستاهلون الطيب. عندنا عبد الله الريدي عندي انا اعرف على قولتهم جونا احنا الشباب خلاص اطلع منها ابو نزال نبى قصيده بالعون وبن زويب شيل لو اني اشغلتك بها كلي لك يا ابو بيض وجهك. لا 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 مشينا من العرض على صافي المطر نهر السفر من لا يدنيه ما دنا عسى الله يعدي هالعواكيس والعثور بنا يا أم أبو سلمان منعوب ومعنا يسوقه صبي من عتيبه طويل شبور يطوف المواتر كلها ما يطوفنا على الباب الايمن شاعر عتيبه المشهور ابن عون في طروقه المنفرد غنى وانا وشوي بنحسب ان اللحم مكسور نقول عدل الطروق واثر البلا منا غريب علينا لا هجيني ولا مجرور قعدنا نغرد خارج السر بلاهنا والاخرى قصيده وجهك ابيض والله مما يزيدني شرف يا ابو زايد اني اسمعك شيء من اللي عندي. الله يطول عمرك ان شاء الله حبيبي. بغينا معليش بغينا من علي الله يحفظه مسحوب مسحوب ايه صوتك مبدع يعني تميز ان شاء الله يحييك الله يبقيك كذي انها سعادتنا كلنا مو بس سابر الله يطول عمرك الله يطول عمرك وعلى العين والراس تسلم يقول هلا وهنيك يا قمر تكشف الغرة تبين على بعض المخالق وتشوف سوالف والله ما ادري اطول مسحوبه مبدع 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 صالح صالح بيض الله وجيهكم. اتوقع ان الوقت ما يمدي لو كلكم تبون على قولتكم تشاركون لكن هذه جاتو من فريق دعم زايد يقول خلال بعض ايام يكسر حاجز الارقام وقصيده قابوس مات وكن قابوس ما مات تشين زايد بن سابر اهداء العمان واهل عمان يستاهلون اهل عمان صفقه ما شاء الله تبارك الله خلال 12 ساعه زايد من 47 من 47 الف الى 62 الف شهادات يستاهلون والله يبيض وجيهكم. وهذه اتوقع انها هدايا لنا هذه هدايا من طرف ولين للشباب وين طرف ولين يلا طرف ولين ولين بدر معك بدر تمام طرف علي تعالي ولين يلا خلي بدر وطرف ولين يجيبونه يلا خل بدر بدر بز علي يلا بدر وطرف ولين يلا كروف اعطيني واحدة يلا بس بس لا خلاص هذه اعطيها مشاري اعطيها مشاري بس انه ايه وصلت وصلت يا مرة جمع جا يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبي طول اعطي وحده اعطي وحده اعطي عيال اعطي سيف سيف كويس سيف ممتاز
شكرا نبارك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اجل اجل ما شاء الله ما شاء الله اعطيتكم لي يا عبد الفريدي النجم فيصل كر النجم فيصل عرجاني ما يفتح رجاي على طول ما يفتح على طول تعود اخذ اليومين برا يا جماعه بعدين افتحها الله انت اكبر هديه ما يفتح ما شاء الله تبارك الله باقي الشباب الباقي باقي يعوم الباقي العيال برا النادي هذه هذا من عندكم الله يبيض وجهك هذا من عندكم شو هديتك وش هي خلاص على جاري يا حبيبي جاري ما خلاص يا حلوة يا حلو هدية الروضة تعرفين تعرف بعد بعد ما اشتريتها تسمعنا تسمعنا عندنا ها يا بابا ما ذكرك من ضمن النجوم بدر بيشارك بس شوي انت من بعد الصوت وابدال كلامك ان شاء الله خلها تموت لا لا برنامج البزنس معنا برنامج يا رب شكرا برنامج البزنس معنا برنامج جينا وهمشنا البرنامج كلها جبنا السواد الثالثة والعلوم ومجالس من شافها ما ملها نجيب الأفكار الجديدة كل يوم معنا المشاهد كل يوم يفلها معنا المشاهد كل يوم زايد تعال زايد تعال وجهك لبيك عثمان الجنيبي وين تعال يا عثمان تعال يا عثمان هذه هديه لهالعمان فريق دعم زايد انا ابي سابق ابي زايد وابوه لحالهم احنا كنا مع بعض بس خل ما بعلمك بعلمك وقت يبيع طريه تكفون نبي الربع ضال الحاله مش شايب ولده اشتهلوه مو مش شايب اي نعم صبر بعد بس انا الشاب محمد بس بعدوها لنا بس العدوها لعبوا على هالثنين لحالكم طلبكم طلبه اذا بعدوها لنا انعدوها على خشمه ابشر ابشر اي نعم يا بابا عندي طبيبه ما دلعت يا بابا برنامج البزنس جمعنا بالنجوم
المشاهد كل يوم في لها معنى المشاهد كل يوم في لها بجنهم مشهد السحاب وبجوم هجوم السما يوصل لها معنى الثرى والتكاتف والعزوب وافكارنا متواجدة في حلها زايد انت الرقم الصعب جايبين قهوه والله يبين وجيههم فريق دعمه واحد يوزعها عثمان الجنيبي تعال جنب ابو زايد عثمان الجنيبي والمصلط دور على العيال بها بالساهل ابو زايد يمناك الله يستر يمناك هذه عثمان الجنيبي يستاهل ابو يستاهل ابو عماد يستاهل روح معاه ان شاء الله روح لحظه تعي بعدنا ما قطع يلا كروها حط يدك هنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام يستاهلون اهل عمان يستاهلون يستاهلون وجيهكم ما قصرتوا يستاهلون الله يبيض وجيهكم والله العظيم شلت كلمات وان اهداء لاهل عمان هذا والله هناك بشرف دبيك مجد يلا بدر صعب بدر وزع اشباب كلهم وزع اشباب مايكي مايكي مع عثمان الجنيبي يا اقول لك يا ابو زايد اول بدايه بيض الله وجيهكم على الوصول كيف تعطيه دقيقه يا عيال واحده